كلمتنيش ليه من الاول يعني؟ كنت هكلمك يا انس، لكن بشير بيه العبقري الفذ هو اللي اقترح ان احنا نكلم سياده اللواء. لا وانا اعمل اقتراحات، ده كويس انه سابكم ومشي، كان ممكن يطلب تحويلكم على سجن الواحات. قول له عشان مش مصدقني. على فكره بقى يا جماعه، انا كنت بحاول احل الموقف بسرعه بصراحه، هو اول حد يجي على بالي، ما كنتش اعرف انه هيطلع ندل قوي كده. انا اسف يا جماعه ما اقصدش. يا عم ولا تقصد، ما هو ندل. خلينا في المهم دلوقتي. بقول لك يا انس، انا عايز اخرج من هنا اتصرف، خلاص مش طايق، انا جبت اخري. دفعه معلش بعد اذنك، بس دلوقتي ايه اللي المفروض يتعمل عشان الاساتذه يخرجوا؟ ولا حاجه، هنستنى سعاده الباشا لما يرجع وهنخلص الاجراءات. وسعاده الباشا فين؟ خرج في مأموريه من 10 دقائق، ساعه بالكتير وهيرجع. ساعه بالكتير. شكرا، اشكرك. طيب بما ان الموضوع فيه قاعده بقى، اديني كتفك. حته نام يا انس، في ايه؟ انت حاطط النوم في جيبك؟